بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده كراك سريع للأوبتيكال فليرز. طبعا انا بس هفك الأوبتيكال فليرز واحتياطي هقفل او هعمل ديسيبل للنود لانه رخم حبتين. خلاص بعد كده كل اللي انا هعمله هقوم جاي رايح على الماي كمبيوتر، على السي، على بروجرام فايلز، على ادوبي، على افتر افكت سبورت فايلز. بعد كده انزل اجيب بلجنز، كان اسم الفايل ايه ده، هاخد الاتنين دول. هو انا هسميه اوبتيكال فلير، اوبتيكال فليرز. هاخد ده كده وفي البلجنز اعمل نيو فولدر. وطبعا على فكره اي حاجه في السي ادمنستريتيف بريفليج على طول. تمام، اقوم حاططها في دبل كليك واخد بقى كل اللي هنا، اخد دي مع دي كنترول سي و احطها هنا كنترول في. طبعا كونتينيو كونتينيو. تمام مفيش مشكله، حلو قوي. بعد كده هاخد طبعا انا عندي 64، اللي عنده 32 يشتغل على 32 عادي. هاخد ال 64 هعمل ريبليس بالفايل ده. تمام احطه هنا كده كونتينيو ويز. بعد كده هفتح الافتر افكت. تمام هنستنى بس يفتح كده. الافتر افكت فتح، هستنى بس يعمل انتيلايز لل البريسيتس والافكتس، يعملها مظبوط. بعد كده اروح لكومبوزيشن نيو كومب، اي كومب تعجبك، لاير نيو سوليد. خلاص وهقول له اوبتيكال فليرز. طبعا لمجرد ما انا احطه خلاص هيعمل انتيلايزنج وبعد كده يطلع لي الكود. هاخد الكود ده كوبي واقوم جاي رايح على هنا اللايف او اللايسنس جنريتور. بس خلي بالك دبل كليك كده مش هتشتغل، الاحسن خده كوبي وروح للاوبتيكا فليرز نفسه وارميه بيست كونتينيو يس. طبعا ادمنستريتيف بليفريج رايت كليك، الناس اللي عندها 7 او اللي عندها فيستا ما يقابلها في فيستا، ران از ادمنستريتور. خلاص بالشكل ده، واروح ارجع اخد الرقم تاني كوبي واقول له بيست جنريت لايسنس. طبعا طالما ادمنستريتور يبقى تضمن انه شغال كويس. بروجرام فايلز ادوبي افتر افكت سبورت فايلز بلجنز اوبتيكال فليرز. دبل كليك خلي بالك مش كليك واحد. بعد كده اوكي خلاص، بحيث ينزل ملف اللايسنس. اتاكد انه نزل كده مظبوط، انه نزل كده. دي الخطوه الاولانيه. بعد كده شيل بقى اللايسنس جنريتور ده وهات اللي بعده عشان يعمل باتش. انا هقفل الافتر بقى دلوقتي، ملوش لازمه دلوقت. هروح ل الكراك واخده برضو كوبي واروح لاوبتيكا فليرز رايت كليك واقول له بيست كونتينيو يس. كليك يمين ران از ادمنستريتور واقول له يس برضو. هنا هيقول لي باتش، هقول له باتشنج بالشكل ده كده كده عمل له الباتش. نقفل نفتح الافتر مره تانية عشان بس نتاكد اذا كان شغال ولا لا. كده الافتر فتح، كومبوزيشن نيو كومبوزيشن لاير نيو سوليد. تمام اوبتيكال فليرز المفروض يشتغل كده. تمام شغال اهو، مفيش فيه اي مشاكل. ان شاء الله هرفع لكم نسخه الاوبتيكال فليرز دي خلاص بالكراك بتاعها. شكرا لكم.